ميدو اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. احنا خلاص في الساعات الاخيره ولحظات قليله قبل تحرك بعثه فريق النادي الاهلي وفريق الكوره الى استاد الملعب الوطني هنا ببتسوانا في العاصمه جابروني استعدادا لمباراه تاونشيب. هذه المباراه الهامه جدا للجهاز الفني استعد لها جيدا من جميع النواحي، سواء نواحي اداريه، نواحي فنيه، نواحي بدنيه، خاصه ان هذه المباراه تعتبر مباراه مصيريه لا بديل عن الفوز والثلاث نقاط من اجل استكمال المشوار وتحقيق ثلاث نقاط قبل جولتين في الفترة القادمة. الجهاز الفني النهاردة البرنامج بتاعه في يوم المباراة مختلف تماما عن الأيام القليلة الماضية. يمكن النهاردة كان الإفطار إجباري لكل اللاعبين في الساعة 10 صباحا داخل إحدى القاعات في فندق الإقامة، كان اتجاه إجباري من الجهاز الفني لكل اللاعبين بضرورة التواجد في الإفطار الصباحي، عكس الأيام الماضية كان الإفطار اختياري، يعني سعي من الجهاز إن اللعيبة تاخد قسط من الراحة. لكن النهاردة طبعا في يوم المباراة محتاج الجهاز إن اللعيبة تكون واخدة الوجبات الغذائية بشكل جيد، مستعدة فنيا بشكل ممتاز، مستعدة بدنيا بشكل رائع لهذه المباراه الهامه. الاجواء الحمد لله يمكن احنا في الصباح يعني درجه الحراره تعتبر درجه معقوله حوالي 23 درجه مئويه، لكن مع بدء المباراه في السادسه مساء سيحل الظلام وبالتالي درجات الحراره ستتواصل في انخفاضها وتصل في هذا التوقيت الى حوالي 7 درجات مئويه. الجهاز الفني كابتن محمد يوسف اكد لنا في تصريحات خاصه ان باتريس كارتيرون مستقر على التشكيل واخطر به اللاعبين قبل المباراه ب 24 ساعه، وتحدث مع اللاعبين بالامس في المحاضره الرئيسيه عن المجموعه او 11 لاعب اللي هيبداوا هذه المباراه. حتى هذه اللحظه لم يعلن الجهاز الفني التشكيل بشكل رسمي لوسائل الاعلام، لكن كابتن محمد يوسف اكد لنا ان الجهاز الفني استقر على تشكيل واخطر به ال 11 لاعب اللي هيبداوا هذه المباراه، ودي مدرسه يعني جديده بالنسبه لكارتيرون، بيحب يعرف اللعيبه مين اللي هيبدا ومين ما يكون موجود على دكه البدلاء عشان يدخل اللعيبه في اجواء الملعب ويكونوا جاهزين لهذه المباراه الهامه جدا. ايضا جزئيه مهمه جدا الجهاز الفني بيعتبر ان الفوز اليوم مهم جدا، لكن في نفس الوقت يضع في الاعتبار نتيجة مباراة كامبالا سيتي الأوغندي أمام الترجي التونسي، وحسنا أن هذه المباراة ستنتهي قبل موعد مباراة الأهلي وتاونشيب، خاصة أن فوز كامبالا سيتي سيشعل المجموعة بشكل كبير جدا، وسيكون النادي الأهلي في هذه المباراة لا بديل عن الثلاث نقاط، ومن أول دقيقة عليه أن يضغط للفوز بهذه المباراة. أما إذا كان هناك فوز لفريق الترجي التونسي فبالتالي الأهلي لن يتهاون ولن يستهون بهذه المباراة، والجهاز الفني أكد على ذلك. لكن في نفس الوقت فكرة أن الجهاز الفني يكون عارف ترتيب المجموعه وشكل المجموعه وهو داخل على مباراه مصيريه بتساعد الجهاز الفني ويبقى عنده اريحيه في الاداء الشكل اللي عايز يطلع بيه في هذه المباراه، عكس لو انت بتلعب في اخر جولتين والمباريات في توقيت واحد. وليد ازارو الحمد لله اصبح جاهز للمشاركه في هذه المباراه من الناحيه الطبيه ومن الناحيه البدنيه، ادى بالامس التدريب البدني بشكل كبير جدا وكان لائقا للمشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن تتبقى فقط الرؤيه الفنيه لكارتيرون والجهاز الفني. وباتريس كارتيرون اكد لنا ايضا ان اللاعبين الحمد لله كلهم جاهزون، 22 لاعب جاهزون لهذه المباراة، لكن مسألة دفع بوليد أزارو هي رؤية فنية بالنسبة لي هعلنها أول ما أوصل إلى الاستاد. لكن بالطبع يعني 70 أو 80% من التشكيلة الأساسية التي لعبت أو شاركت في المباراة السابقة في برج العرب والتي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء تتواجد في هذه المباراة، الكل الحمد لله في حالة بدنية جيدة. اليوم صباحا استقبلت البعثة خبر مهم جدا وأسعد الجميع، يعني عودة الحقائب التي كانت مفقودة خلال الأيام القليلة الماضية وصلت الآن ووصلت صباحا إلى مطار جابروني هنا في بتسوانا ما بين أجهزة علاج طبيعي غالية الثمن، أجهزة سكاوتنج خاصة بالتحليل الفني، بعض الأدوات المتعلقة بالتدريب. فبالتالي كل هذه الإجراءات الحمد لله يعني كان خبر يسعد البعثة في ظل كانت بعض الإمكانيات وبعض المقومات اللي كان بيحتاجها الجهاز الفني كان بيفتقدها خلال الأيام القليلة الماضية وتغلب عليها بتوفيرها في الفترة الحالية. عموما بشكل عام قدر أتمنى كابتن ميدو خلاص لحظات قليلة والفريق هيتحرك إلى استاد وملعب المباراة. النهاردة كان في غداء أيضا الساعة 2، بعدها على طول كان في محاضرة فنية بدأت منذ قليل حوالي الساعة 3:30 عصرا، هو نفس التوقيت ما بين بتسوانا والقاهرة، وكل التوفيق يا رب للنادي الأهلي. إليك الكلمة كابتن ميدو.